سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كيف نتوب إلى الله بأسلوب بسيط جدا، وما هي فوائد التوبة؟ أيها الأحبة، موضوع مهم جدا معظمنا يغفل عنه، وهو موضوع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. التوبة أيها الأحبة وصفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تجب ما قبلها. التوبة تلغي كل الذنوب والمعاصي والآثام وعقدة الذنب والهموم والمشاكل. التوبة يعني عمل عظيم نغفل عنه للأسف. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هل تعلمون هذه المعلومة؟ كان كل يوم يتوب إلى الله أكثر من 100 مرة. طيب أنت الآن أخي الحبيب، كم مرة تتوب إلى الله في اليوم؟ ربما أحدنا لا يتذكر أصلا موضوع التوبة، همه أن يأكل ويشرب ويستمتع بالدنيا ويقضي حاجاته وانتهى الأمر على هذا. التوبة يمكن أن تعطيك طعم لذيذ للحياة عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إذا تذوقت معنى التوبة أخي الحبيب، سوف تكتشف أن هذه الحياة لا قيمة لها، لا تستحق أن تحمل أي هم، لا تستحق أن تعمل من أجل هذه الدنيا. التوبة تجعلك قريبا من الله. طيب كثير من الناس يقول كيف يحبني الله عز وجل؟ أنت الآن إذا كنت في عمل، في شركة، في مكان معين، وتريد أن تحظى بمحبة صاحب العمل ليرضى عنك ويعطيك ميزات تنفرد بها عن غيرك، فتسعى لكسب محبتي. طيب كيف أكسب محبة الله؟ بالتوبة. ما هو الدليل؟ قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين. طيب ما الفرق بين تائب وتواب؟ تائب إنسان عمل ذنبا وتاب منه، هذا تائب اسم فاعل، بينما تواب مبالغة، يتوب باستمرار. إذا عمل ذنب أتوب إلى الله، إذا غفل عن ذكر الله أستغفر الله وأتوب إليه. التوبة، النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة يتوب إلى الله، 100 مرة في اليوم وأكثر طبعا، أنا أقول لكم الحد الأدنى. فلذلك أنا هذا اللقاء أتمنى من كل من يسمعني الآن أن يتذكر أهمية التوبة في حياتنا. هذه التوبة تفتح لك أبواب محبة الله، فإذا أحبك الله ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني عندما تكسب محبة الله وتعلم وتدرك وتعتقد وتستيقن أن الله يحبك، ماذا تطلب من الدنيا أكثر من ذلك؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب ملائكة السماء وحملة العرش يستغفرون للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملائكة العرش يستغفرون لك ولذريتك من بعدك، يدعون لك ليلا نهارا بالرحمة وبدخول الجنة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني يجب أن تتخيل أخي الحبيب أن أعظم شيء في هذا الكون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. العرش أكبر من السماوات والأرض والكون والمجرات، أكبر بكثير. هذا العرش
هناك من يحمله. هذا العرش يقع خارج الكون أصلا، لأن السماوات كلها لا تساوي إلا ذرة قياسا لهذا العرش. الكون بمجراته بتريليونات كيلومترات، مسافات هائلة والسنوات ضوئية، كلها ذرة أمام عرش الرحمن. فهذا العرش له حملة يحملون عرش الله. طبعا بعض الأغبياء، يعني فقط أنا أريد أن أرد على سؤال غبي طرحه أحد الملحدين، يقول في الكون لا توجد جاذبية، فماذا يحملون؟ نقول له تعلم، عرش الرحمن خارج الكون، وعرش الرحمن وخارج الكون أنت لا تعلم ماذا يوجد. الجاذبية هذه مخلوقة من مخلوقات الله، صفة موجودة داخل حدود الكون، أما خارج الكون لم يستطع أحد أن يكتشف ماذا يوجد خارج الكون إلا ما أنبأنا به القرآن، عندما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين تابوا، يستغفرون للذين آمنوا، للذين أصلحوا، للذين عادوا إلى الله. ما معنى تاب؟ يعني رجع إلى الله، عاد إلى الطريق الصحيح. فيقول هذا المشكك إن عرش الرحمن يحتاج إلى جاذبية أو لا جاذبية. عرش الرحمن أصلا لا نستطيع أن ندركه، لأنه ليس مادة مثل المواد التي من حولنا. يعني هم يتخيلون أن العرش عبارة عن ذرات، ويمكن أن يكون من الذهب أو الألماس ومثل عرش أي ملك، ويحتاج إلى من يحمله بسبب وجود قوة الجاذبية. وهذه التصورات يعني البدائية جدا. حقيقة أيها الأحبة، عرش الرحمن موجود خارج الكون وخارج حدود الزمان والمكان والجاذبية وقوانين الكون وقوانين الفيزياء. لذلك لا تستطيع أن تقول إن القرآن فيه خطأ علمي عندما قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء الملائكة الكرام الثمانية الذين يحملون عرش الرحمن، وهم من يعني أعلى أنواع الملائكة، أطهار مقدسون، لا يرد الله لهم دعاء. هؤلاء الذين يدعون لك فاغفر للذين تابوا، هؤلاء الذين يدعون للتائب، من تاب إلى الله يدعون له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة، وأنت وذريتك من بعدك، أنت وأولادك وذريتك من بعدك. فلذلك نقول لكل مشكك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه الآية تقع في مجال خارج الكون. نحن خارج الكون لا نعلم ما هي القوانين الموجودة هناك، لا نعلم ما هي المادة التي يعني مادة عرش الرحمن، وهي شيء غير مادي لا ندركه، لا نعلم الزمان كيف يجري إن كان هناك زمان، لا نعلم شكل المكان إن كان هناك مكان أو كان هناك أشياء أخرى. لذلك أيها الأحبة، القرآن دقيق من الناحية العلمية. فأنت أيها التائب عندما تجد أن ملائكة عظام اختصهم الله بحمل عرشه يستغفرون لك ويسألون الله المغفرة، لمن؟ فاغفر للذين من تابوا. ما معنى تابوا؟ أنت الآن تستطيع أن تتوب. ميزة الإسلام الرائعة أيها الأحبة أن التوبة تأخذ منك 3 ثواني فقط، استغفر الله وأتوب إليك، انتهينا. بينما أنت إذا قلت لأي ملحد أنا أريد أن أدخل في عالم الإلحاد، يقول لك يجب أن تدرس كتاب التطور لداروين وغيره، نظرية التطور، يجب أن تقرأ لكذا وهم الإله لكذا، وتقرأ كتاب كذا وتقرأ كذا وتعمل كذا وتقرأ كذا، وكتب فلسفة. الإسلام بسيط جدا، إذا أردت أن تدخل الإسلام أو تتوب إلى الله ب3 ثواني فقط، أستغفر الله وأتوب إليه،
بكل بساطة. هذه روعة الإسلام. والله تبارك وتعالى يتقبل منك التوبة ويكافئك عليها ويعطيك أشياء لا تتصورها. لذلك أيها الأحبة، أنا فقط هذا الفيديو عملته لأذكركم بضرورة التوبة إلى الله، ورجاء كل ما قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يجب أن تتخيل أن الله يحبك، أن الملائكة تستغفر لك بهذه اللحظة، لتتذوق لذة هذه العبارة التي كثير منا يغفل عنها: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.